انتكاسة جديدة للانقلابيين بمعقلهم الأخير في الشمال الغربي لمحافظة شبوة، عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا المخلوع صالح والحوثي الانقلابية، حصيلة الهجوم المفاجئ الذي شنته الميليشيا على مواقع الجيش في جبهة ساق صفحة بيحان خلال الساعات الماضية. الهجوم اليائس قوبل بردة فعل قوية من قبل اللواء 26 مشاة، الذي كشف المتحدث باسمه عبد الوهاب بحيبح عن سقوط ما لا يقل عن 3 من قيادات الميليشيا في تلك المواجهات في وقت تحدثت فيه الأنباء استنادا إلى مصادر ميدانية عن مقتل العقيد في الحرس الجمهوري المنحل الموالي للمخلوع صالح العقيد دماج الجهراني، الذي كان قد وصل إلى جبهة ساق إلى الشمال من مديرية بيحان على رأس مجامع جديدة من الحرس لخوض المعركة قبل أن يلقى مصرعه. لم يمضي وقت طويل قبل أن تنسحب الميليشيا من جبهة ساق منكسرة ومهزومة ومخلفة وراءها أكثر من 30 بين قتيل وجريح، في وقت تمكن فيه الجيش من استحداث مواقع جديدة في هذه الجبهة. وفي الآن ذاته شنت مقاتلات التحالف العربي غارات دقيقة استهدفت إمدادات ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية في صفحة بيحان، ودمرت العديد من المعدات العسكرية التابعة للميليشيا. صحار وعروق جبلية هي القوام التضاريسي لهذه الجبهة التي يبدو أن الجيش يوشك على حسم المعركة فيها وإنهاء مرحلة من التواجد الميليشياوي في هذه المنطقة. هدف إن تحقق فإنه سيسهم بنظر المراقبين في قطع واحد من أهم خطوط الإمداد والتهريب وأحد الشرايين المهمة لاقتصاد الحرب الذي يعتمد عليه الانقلابيون.